رمضان القادم مسلسل هجرة الصعايدة اللي بتقوم ببطولته الفنانة وفاء عامر وعمرو عبد الجليل ومي نور الشريف والتأليف لناصر عبد الرحمن والإخراج لعادل أديب. المنتج محمد فوزي بدأ يحضر للمسلسل من فترة طويلة، خاصة إن المسلسل طبيعته مختلفة تماما، بتدور أحداثه في فترة الأربعينات والخمسينيات من القرن اللي فات، تحديدا وقت هجرة الصعايدة من السودان لمدينة اسكندرية. تفاصيل أكتر هنعرفها عن المسلسل من المنتج محمد فوزي. هو عمل ضخم جدا وبقالنا مدة كبيرة بنكتبه، ده برضو العمل ده تأليف ناصر عبد الرحمن، زي برضو الدولي تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج الأستاذ عادل أديب، وده عمل صعيدي وعمل متميز جدا، ومش عايز أقول عليه كده بس هو يعني الحقيقة عمل كبير. بس إحنا في عندنا بعض العصارات، لأن في نجوم احنا كنا طمعانين نجيب كلهم نجوم من الصف الاول، فبيطمعوا ان هم يعملوا ساعات ادوار لوحدهم منفصله، فبيحصل اعتذارات كده، فهيستكمل في خلال اليومين القادمين بالظبط، وهتلاقي فينا لنا لقاء تاني اخر ان شاء الله، ونستدعيكم في اول بروفا لهجرة الصعايدة، وده هيكون في خلال يومين ثلاثة ماكسيموم. انا مجموعة كبيرة بس انا عايز استكمل الكاست كله مرة واحدة، ما بحبش اقول خطوة خطوة، عشان لما بيبقى الشكل كله مكتمل، حتى جيت النهاردة كده لقيت احمد وفيق، لقيت رانيا، لقيت احمد فتحي، لقيت باسم السمرة، لقيت المجموعة دي في الصعايدة، هتيجي هتلاقي كل المجموعة برضو موجودة وهتسجل معاها كلها ان شاء الله، ويبقى عمل برضو ان شاء الله مميز.